نعم، بطبيعة الحال هذا لا يفرحهم ويتجاهلونه ولا يلتفتون إليه، وهذا ينبغي أن ينتبه له كل الأحرار وكل الوطنيين في ليبيا، ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. يعني أنتم تدعون أنكم تحاربون الإرهاب في أي مكان في الدنيا وتجهزون له الجيوش وتعقدون المؤتمرات على مستوى أوروبا والعالم الغربي والشرقي والأمم المتحدة. أنتم أتاكم الآن انتصار سهل على أناس هم يعني واضحون وضوح الشمس بأنهم من هذه الدولة التي تسمي نفس الدولة الإسلامية وأنتم تحاربونها، وأتاكم هذا النصر دون أن يكلفكم شيء في بلد تعرفون أن فيها تجاذبات ونزاعات وخلافات، وهو نصر بفضل الله تحقق بأقل خسائر ممكنة. يعني المجاهدون بارك الله فيهم وجزا اللهم خير وجزا اللهم خيرا، يعني حافظوا بكل ما يقدرون على الناس المدنيين في مدينة سرت، يعني كلفوا أنفسهم تضحيات وإطالة المعركة وصبروا عليها وتعرضوا من أجل حماية المدنيين، تعرضوا لألغام ولسيارات مفخخة كل ذلك، وبذلوا أرواحهم من أجل ألا تخسر سرت ناس أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل. قارن هذا بما يفعله المجرم حفتر الآن الذي يدمر بنغازي على بكرة أبيها، سواء كان نساء ولا صغار ولا كبار، باسم محاربة الإرهاب وهو لا يحارب شيئا. قارن هذا مع هذا.